الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المسلمون عباد الله الله سبحانه وتعالى خالق أضومها أبوري إساق عدك تقانا مجرت وحيا رمود كواقاقيان كما قال ربنا سبحانه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ربي سبحانه وتعالى وحين نوغش كتاب كيس القرآن كا وحين نوصفر نبي قني محمد عليه الصلاة والسلام كل ما فيه صلاح ديننا والدنيانا وحكستو أي كواقاقيسو الدين تينا يا الدنيا دي نبع وحكستاينو كقبت بعدين الرباط دي كذيت كالدنيا يا عذابك يا عقابك آخرة وحينو بإذن الله سبحانه وتعالى تلمامي دونا شرع الرمود وقود وما دونا الخسية وإن أوران كرنواشن شعب كين الدنوة وهدي عينو الله نمادنو عينو كسفونو الدنيا دي انو اي هقاق ايسو آخرة دي انو اي نو وناك سنان ايسو وحلالي وحينو كعبان اينو قارهان لباتو ينك قود ندو اينو غن غنية ارنقا كوبادو حوية هاي ان نتقي الله سبحانه وتعالى اجمعين لما انتين بينا اينو الهي كبقنو علم دين يا عام دين رقين يا دمر كين وايل كينا يا دايرتين مدح لينا يا انت مدح للو ياهي الهي با سبحانه وتعالى انو شاغي الهي هدي اينو كبقرنا شرعي الهي اينو كتوصنا انو ارنتا سينا الا با الريموت صابو نغرس واتكو باده الدنيا دينو اني بركودو وإلهي سبحانه وتعالى أرزاق الديس وإن وقت ما أدوه كيهويك كالدوان لباتوينك يعولي سيدا إنو دريمينو إن إلهي سبحانه وتعالى فرج إنو غيّله قال الله سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون دادك ميل دقن تولد دقن مقالد دقن ديقان دقن حد إلهي كبق إلهيين سبحانه وتعالى وإلهي شرعي إيسا يكون أقم إلهيين أقف ولو كم يدي بحق إلهي حقوق دخلق قبل وقود لها وحي إلهي ودي دي الظلم حق إلهي كوا أما قردرية ميل كدع خلق كوا أنا ودي لها وحانوفر إلهي مبور إلهي بركوين كالصمدة يكوى دولك بركات السماء والأرض نوعيه دودنا وحباني كارسنين وقال الله سبحانه وتعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناه ماء غدقا وددى إلهي وشيحي يشرعي وسودتي ددكو هديا يكو توصنا لهايين ربي يبضنا واحتر له أيان السمد وكين إلهي دول كنوان وبر واقين لهين وقال الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب عد إلهي كبغت قفك قاركا يقودها ممد إلهي كبغت إلهي سبحانه وتعالى وحوليه حالتك استوادق وأي كتشران وحانو قيلين فرج وكو النبتك قبحة حالات دو دعوة ناكسن ينميد وناكسن أي سبب الدشو أيانو كردق النابول رب سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى إلهي ضدك كبغضة أريمه دولن إلهي وفضه ديني وأور إلهي كتابك إلهي بكيا الله إلهي نوركي صعد موار واتب وحاين نسل بورمين نورك إلهي أو نقضي يقين قلبك إنكو ترتان كذبنا إنو كنا قاغنا هدينو دونينو دينتينا إيا الدنيا دينا
يا أخيرا ذي النبينا هكاكتو وحاك الله لك عبسي قالوا هليا وحاك هليا إلهي الجنة سي النعيم كيسا في الآخرة وصابت انت أبدا إلهي سبحانه وتعالى جندا قلتان كيذا وكحري يا ربي صابوا وقرقي تقوى ذا معنى يدو وحك لماها وقف وليبا إنو إلهي شرعي سي الدين تيسا كرغمو وحانو قرن عدة قرن يسوي الدين قف وليبا نفتيسا قرقي سي قويس كيسا شركة دي سي مؤسسة ديسا ما يشاو كشقي يهلك ومامولو عاقل كوريركا وعاقل وياهي سلطان كوريركا وقاميها وياهي قودهان مدحد أردن كوادا قنية كواسية صديدبا مركز الشعب كوحو نقول يا شعب صالحة وددك لقموا يوح خلدا يدن بنحن وضينو كدعو لكن وناقو ذا كبضنا يخلت كود أرنتا سنوح يصابو نقول يسي إلهي الرالين وكنقضو إلهي عدو الرالي كنقضنا الرمود وحقاقا أرنك الله بادو حيا يا عباد الله الشعب كانوا كوها قاقيو والمحافظة على المصالح العامة وإن أينو إلى شنة دنت قود أينو وقانو إلى لنت دنت قود إنا كمي تاي إيمان كينا كمي تاي والدين تاي كمي تاي وطوصنان تاي كمي تاي ودنت إنا أدو ياي كوشرتو ودنت قار كاي ما هقاقيسو دنت قود ومدى كرنا حيسا داني هقاقين دنت قود وحاكم ذا المال العام حولها ومدك الحية هديتها حولها عادة بنقية ديال كوة خسندها كتيرا يا هديتها حولها موتك نختار ذا قود ومدك الحية اسكول لذا هي مدارس كحكومي مركلة لي الدولة دالي معنى هي دوادتك عياله وهي الدولة دوادتك ودوينك ضدك كده حيا ومدوا أي وضلا هذا هاي وين لا إله عليه نبت قليه دو دو أن لدين وحدت كده باي ندافع دو دو وين لقى شقيه وحكم إذا المصالح العامة أمني جيه نبت قليه دين لقى وضل شقيه ودن جودة ومد كده حيسة ومد دنت يا دنيا كتيرتو ويدين يا دنيا تونا هري ميسو وح هجاجة يا نمتشرو هذا النبات قال يلا هايسان دنت قود السلام قصدو إلى ليه وادوكتي قبرني مخزوم يد هيدا وحدي مركي النبي عليه الصلاة والسلام وضانين وحد ككوجو تطفر بضم بعد ضاني عرنت النوع عاصة إرجعين يكن نقدان نبي محمد واكدي ذي ويدنت قود النبات قال يدا بكحرن حدود ذي إلا أوجو ما أنت وحين وكسونا دت كانوا عدالة دات بي وهذا الهيان عدالة درنا هذه الشارع لوي كور رمان وي شيغان وحبضنا يجا يادتك الصابوة وما انت كقرد الروح كدلا كددك النعائي حدا كنباتوين كقيستان بدقل يدا وحيالي ددك انو هبين شيل كينوه يدا ما قولا مركيبة طبنان اضي هي ددك ومدك نحموق دا ايا ارقو نقون ايا اران ايا واربلا يدا بالنقس يدايق بلوان وانين دونا وحبان وشيقي دونا بورنا مركا اوناك سيهين هدانا عدالة ديبالك هدليا دانتي هي مسالح دي قود ايال اللي وحبالك قبان مايو دادكونا ان بداني ان اي باقتو اي حماتو يقا ايات صابوة يقا دادكو ودوين كي سوق قلاي يقا ودوين كي نحفري صناي يقا ان اي تشبان ان بدان صابوة وكشو باية بيها اسكاقا داد كيس كجسوا الدواء يوددا واحد مو داد كلا إني ليهين وقف كان ولد قال ماي نبي جاني محمد عليه الصلاة والسلام سودن تقول كان لو حري تقو اللعانين لبضا نعذش الصابة إسكيل علي وقف كصمايا وياهم من عدلا داد كنا يا هباري أنا نعذليان وما اللعانان يا رسول الله لبضا سوا محي رسول كيلاهي قال الذي يتخلى في طريق الناس وظلهم واقا كو حاجة قدرائية وددد ددكو اي مران اكو كاتي اما كو صحرون ايا وحلم اذا كوسكا قينتو ساقا دا صور لغاية حوالها بختية وددد صور لغاية
xashiishka wadada ku daadinaya iyo meelaha dadku ay harsadaan meel kasta oo dan guuda baa la mida. Nabi Maxamed, waad ogtihiin dadka waxa dhibaya wadada in laga leexiyo waxa uu ku daray shucabul iimaan, laagaha iimaanka. Faqaala calayhi salaatu wasalaam, alimaanu bidcun wasabcuuna shucba, aclaaha qawlu laa ilaaha ila allah, waadnaaha imaatatu alada can aلطariiq, walxayaau shucbatu min alimaan. Rawaahu اlbukhaari wamuslim. Iimaanku waa dhowr iyo toddobaatan laagood. Laa ilaaha ila allah baa u sarraysa. Waxaa ka mida oo kuwa u hooseeya ku jirta dadka waxa dhibaya in wadada laga leexiyo qofka aanu iimaankiisu intaa ku kallifin, iimaankiisu inuu tabar iyo taagba beelay oo aanu xagga wanaagga u dhaqaajinahayn xumaantana ka celinahayn ayay taasi astaan u tahay. Ayuha almuslimuuna cibaad allah, waa inay waalidku awlaadda ku tarbiyadeeyaan jacaylka waddankoodan islaamka ilaahay uu ku beeray, ilaalintiisa, hagaajintiisa, nadiifintiisa, ka qayb qaadashada horumarintiisa. Macallimiintu sidaasoo kale duruusta iyo casharada ubadka ay tarbiyadaynayaan waa inay ugu daraan. Waad ogtihiin maanta iskuullada marka leega xagga dhismaha waxaa u jajab badan oo qoomaha u badani ay ku yaaliin kuwa dadku ay wada leeyihiin, kuwa dadku ay gaar u leeyihiin. Qaar baa tobanaan sannadood dhisnaa oo iska daa wax kale in lagu sameeyee qalin xataa aan lagu xariiqin. Qofkii lahaabaa kaa ilaashanaysa gaarka u lahaa, kuwana dadkii lahaa ayaan aaminsanayn bayn iyagu leeyihiin. Kuwii lahaabaa burburinaya oo jajabinaya waad mooddaa in lagu yidhi dad kaloo cadowgiinna ayaa leh ee fursadda ka faa'iidaysta waxaad yeeli kartaanna yeela. Waxaa ka mida masaalixdii iyo danaha guud nabadgelyada in la wada ilaashado. Dowladiiyo boolis qura waa inaan lagu hadlayn, waa in la ogaada nicme ilaahay inay tahay oo dadka oo dhammi ay u baahan yihiin, ilaahayna addoomihiisa ugumana sheegtay. Arrinka saddexaad wuxuu yahay cibaad allah ee shacabkeenna danta u ah waa albucdu can alcasabiyati aljaahiliya alatii jaa alislaam lijtithaafi curuuqiha وهدم قواعدها وبيان مفاسدها. العصبية الجاهلية قبيا لدى الجهل يكون السن سنا عيب كإسر ليسكو نعايو ليسكو عايو ليسكو علادين ايو لغو الدقاء لما ايو لغو كلا قيب سميو قيبو احزابي فرق كلا الدوان أرنك نوحاسية وحا وقفلا حمان إنو يهي من صفات الجاهلية dhaqamadii jaahiliyada dadkii diin aan lahayn aqoontuna ay ka marnayd noloshooda. Nabi Maxamed baa inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam oo yidhi abi dacwa aljaahiliyati wa ana bayna dhuhurikum, ma yeedhmadii jaahiliyadaad isugu yeedhanaysanaad isugu baaqaysaan. Anigoo idin dhex jooga oo ilaahay idinku nicmeeyey nabiyu lislaam wa kitaaba alislaam wa diin alislaam, maxay diintiinnu dawo idinka noqon weyday? Ayuha almuslimuuna cibaad allah, qabyaaladdu waa ku daafad, ku daafad qofkii dhex fadhiistana isagay dhibaysaa. Caafimaad daruu ka qaadayaa, wuxuu ka qaadayaa cudurro jirkiisa ku dhaca, waxa uu ka qaadayaa habsan danihiisa uu ka habsaamo iyo ummadaha inuu ka hadho. Qabyaaladda nebi Maxamed baa taa ku sheegay oo yidhi calayhi salaatu wasalaam dacuuha fainnahaa muntina, way uraysaayo way qadhmuun tahay, ka tago ka fogaada. Qabyaaladda dadka caqliga leh ee danahooda adduunya inuu horumaraan doonaya way ka fogaadaan oo way ka dheeraadaan, waayo ummadbaa ummadday qabyaaladdu kaga badan tahay ummadaha kale way ka dambaysaa, waayo qabyaaladda isku hagardaameynayaan. Kii wanaagga qabanaya qabyaalad awgeed baa loogu hortegayaa, kii xumaanta sameynaya qabyaalad baa lagu difaacaya. Dantii guud oo nabadgelyadu ay ka mid tahay iyo masaalixda kale ummaddu ay leedahay ayaa qabyaalad lagu baabiinayaa. Fattaqullaha yaa cibaad allah, ilaahay ka baqa addoomaa ilaahay ow, wallaahi inaanay dan inoo ahayn horumar adduunyo iyo mid aakhiro midnaba inaynan ku gaadhahayn. Arrinka saddexaad ama arrinka afraad ee ka mid ah
وحيابا الشعب كين ندمتواه وتغيير ما بالأنفس ليغير الله ما بنا إن بدن دد كينو يسبدل بيك شكيا قارهان حالدها السياسة ديد مركا ايتاقيهين هرانا هالكن إن بدن بينو غشاقر ومدى إسلام كميل كستو ايتشو اكتبا يسبدلين ايوباهن طاهم لكن يسبدل كماها إن قف قف لقو بدلو أما إن حزب حزب لقو بدلو يسبدل كماها قف مضحاين لطوره ومد كلام ماشا لكيره إن بدن بينو تاسو تجابيني حدنا حالدو هو اسكسيدو دي تدكو وحبدن ويسبدل اي ما أركان وما مقدان هل كيبه أرنتو كخلدن تاهي واي كحر ملادهي يسبدل كي الله باهنا ايه دادك ان بدنو كميدياني قرانا هاي قار بدنو قرانا ايانا وي قرب مريا يسبدل كي الله باهي هاي ويسبدل الربو دادك شعب كا قف قف مرك الله ايغو إن حالة دود إسبدش مركز إلهي سبحانه وتعالى ما ملكه ده إيما دح دود يدولة ده إلهي سبحانه وتعالى وهجا تنية وإيا مركز هربا ما دح دو وحي لقدر يهين ضدك وطليان عمل كود سيدو يهيون بي ما دح دود نغطا كما تكون يولى عليكم سيداتهين با ما دح دو الليدين كالي وقاعدة تاريخية شرعية واقعية وقاعدة تاريخ ذاك نحن وقتوك السلطان شريعة واي شيكتي كذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون وقاعدة واقعية نلاش ضدك سفي عنو قد نحن وقتها إن أساء الناس أساءت ملوكهم وإن أحسنوا أحسنت ملوكهم وإن عدلوا عدلت ملوكهم وإن ظلموا ظلمت ملوكهم تدكو هدي حمام فلان مدح دود نصاص يلس تدكو هدي وناك سميان مدح وناك سنبو إلهي سبحانه وتعالى تلود وديبي تدكو هدي عدالة لقاهلو وعدالة وحكو كحق إلهي لقودو وتوحيد كي عبادة إلهي إنو أبو رين إنو كليدي عابدنو مدح دود عدالة بو سميانيسا تدكو هدي يقول ظلمي سميانيان وهي حق إلهي ملكة قد عيان والشرك قد حيوه ده وكم مغضم يقوى هديس ظلمي عيان ومال إيا نف إيا عرضي انت بايس كب ظلمي عيان مضح ظلمي دو إلهي كسا اللي ضيا إلهي با سبحانه وتعالى إنو الشيقي دودوا إني تهي يسبدل كحقيقي نبتا أي وحكو هقاق عيان وحل التبين اللقوه ليا إني ضدكو إياقو هقاق عيان وحالة دودة وحي كحمادة اي بدلان مع السيدة ودى الصابعة وحالة لي وحي مامو لي مضاحة يكتر صدان وانا وحي عمل كودو وقوي أم الإسلامية مربا ينتكقو هذا شعبك ايهم با مضاحة نكقو ايسي مربا مرقا كدن بيسان حالة دوها كسي دريسي إلهي باد دودة ينوشي بويري إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم داد إلهي سبحانه وتعالى وحاي كسو غيهين ما بدلو أما حمادة أما هواناك سنادو إلا إيقوا إس بدلان قادين الدوني إنو حال كينا وحي كحونا كخلدا إلهي إنو وحواناك سنكو بدلو وحي عمل كينا إيقا كينا كخلدا وإنينو بدلو وحي بقات أيها العبد المسلم مركز طوى توصناتو وناك قاقا يتوصنا انتا دو اي زيادو اي كوردو واحد كقايب قادتي ومدى مدح ديدي يدنتي دي قد بينها قاقتو مركز طوى دو الهي العاصدو وخلد يقلو عيفو الحمار لتي مادو واحد كقايب قادتي واحد وحكو درستي ومدى دنتي دي قد سيو حمار لهايد مدح ديدونا سيدي ايو حمار لهايد وكوو ومدى دنتي دا يمسل حد ديدان كشقين الظلم يا عدالة دركوا فوقا أيها الله هايين مركا أيها العبد المسلم وحاد كعبان يسوى عمل كاقي عمل كاقي أون هقاتي إلهي باكوب الله قاضي وحاد كعبان يسوى إنو هقاقو أرنك الشنادة شعب كينا قدمتي وحوية شعب كستوى مسلمان الدنواهي واحترام ولاة أمر المسلمين وحفظوا هيبتهم وارين ما انت نولش ضدك مسلمين تا ادو غمقن
لكن شريعته هي دغتي marka wixii ka dhashay dayiceeda la arkana dib loo yiraahdo arrinkaasi waynu ku khaldanay laakiin marka hore dadka xamaaska iyo cawaadifta ku jirta awgeed hatta cidda ku waaninaysa waxa laga yaabaa inay la yaabaan oo ay yiraahdaan qofkaasi dowlad buu hadlayaa ama hebel buu hadlayaa arrinkaasi wuxuu yahay dadka madaxda ee muslimiinta ah si kastoo xaalkoodu uu yahayba dadka muslimiinta waxay dantoodu ku jirtaa inay madaxnimadooda ku qadariyaan nebi maxamed ba calayhi salaatu wasalaam yidhi idaa ataakum kariimu qowmin fa akrimuu mid dadka dhaqaaqaya ah ama dadku ay u arkaan inuu yahay kii hormoodka iyaga uu ahaa oo ay qadarnayaan oo ixtiraamayaan markuu idiin yimaado idinkuna qadariyo ixtiraam uhi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam madaxda haybadooda in la xifdiyo oo la ilaaliyo oo laga digtoonaado in haybad ka xayuubin lagu sameeyo waafiya addin ba lala jiidho arrinta noocaasi waa min diin alislaam wuxuu ihi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam xadiidka abu daawuud utayaalis iyo imaamu axmed iyo tirmidiya ay wariyeen qad xasanahu ashaykhu lalbani raximah llah man ahaana sultaan allahi tabaaraka watacaala fi lardi ahaanahu llah qofka ilaahay madax uu ka dhigay ee dhulka jooga qofka quursada ee ixtiraami waaye qadari waaya ilaahay baa subxaana wa tacaala ee dulleeya ilaahay baa isaga dulleeya aljazaau min jinsi alcamal madaxdaada muslimiinta ah haddaad ihaano ku samayso ood qadari weydo ood ixtiraami weydo oo wanaagga aad ka maqli weydo abaalmarintaad ilaahay ka helaysaa waa inuu ilaahay subxaana wa tacaala adiga ku dulleeyo haddaad ikraamtood maamuustana ilaahay baa ku maamuusaya riwaayadda axmed waxaa ku jira waman akrama sultaan allaahi akramahu llah qofka madaxdee muslimka qofka maamuusa oo qadarkiisa iyo xurmadiisa garta ilaahay baa subxaana wa tacaala maamuusaya oo isagana qadar iyo qiimo u yeelaya maanta waynu ogsoonnahay xaalka dadkeennu siduu yahay waddankan inta madaxweyne u kala dambaysay mid walba caybaa loo miisay cayda dadka madaxda ay madaxweyne ka bilow ilaa kuwa ka hooseeya dhaqan iska caadiya bay noqotay maantana waxaaba loo helay facebook iyo waxyaabo kale oo beenti iyo caydi markiiba mashriq iyo maqrib ka ridaaya oo daafaha adduunyada gaadhsiinaya dadka madaxda in la caayaa waa xaaraan oo dee waa muslimiin nabiguna wuxuu ihi sibaab almuslim fusuuq wa qitaalu kufrun muslimka in la caayo waa faasiqnimo in lala dagaalamaana waa dhaqan gaalo in la xantaa dadka madaxda waa xaaraan xamashada la xantaana iyo cayda la caayo waa ka weyn tahay cayda fardiga caadigaa la caayo iyo xanta shaksiga caadigaa la xanto laba qoloba xantooda iyo caydoodu aad bay culustay laba qolo oo talada ummadda haya waa alculamaa walumara waa culimada talada diineed ummadda u haya diinta iyaga loo daba fadhiyo iyo culimada iyo madaxda ummadda hogaamisa waayo labadaa qolo marka la caayo ee la xanto la ixtiraami waayo la qadarin waayo arrinta noocaasa waxaa ka dhalanaysa mafsado guud xumaan iyo dhibaato guuda ummadda ku dhacdo marka haybaddii laga qaado cidina ka amar qaadan mayso cidina wanaag ka maqli mayso cidina ku caawin mayso horumarka iyo danta guuda ummadda waxa dhacaya waxaad aragtaan ee ka dhacay in badan oo dhulka islaamka ka mid ah inay dadku mar qura amar diiddo ku sameeyaan qofkii madaxda u ahaa dabeetana qofku dadka oo maqluu madax ku yahay haddii ay ka hor yimaadaan waa shaksi iyaga u lamid a waxaa dhacaysa fawdadaasi aad aragtaan ee dhulka islaamka ka dhacday ee dhiiggu uu ku daatay ee cirdigii iyo sharaftii ay ku baaba'day ee dhaqaalihii uu ku baaba'ay ee faqri iyo baahi iyo gaajo looga dhaadhacay ee nabadgelyadii meesha ay ka baxday ee wax allaale wixii xumaan hore u jiray madaxda lagaga cabanayay
sideedii ay u jirto bal ay sii laban laabantay boqolaal jeer oo xaaladdu sidii hore si daran ay uga xun tahay. Taasaa ka dhalanaysa maaha qofka isagoo faasiqa ama daalima in iskii maamuus uu mutaystay oo camalkiisa uu ku mutaystay danta iyo maslaxadda guuda ummadda, dowladnimada, degganaanshaha iyo kala dambaynta ayay diinta islaamku dadka u ilaalinaysaa. Madaxda walaalayaal, waa in loo duceeyo. Haddii loo duceeyo, waxa laga yaa ducadaada ilaahay inuu ku hagaajiyo. Habaarka waa in laga daayo. In loo duceeyo waxay ka mid tahay calaamadaha ahlusunnah, in la habaaraana waxay ka mid tahay calaamadaha ahlulbidcah. Dadkii wanaagsanaa sida Fudayl ibnu Ciyaad waxay odhan jireen, low aclamu anna liya dacwata almustajaaba la jacaltuha fi limaam lianna bisalaaxi salaaxu lumma. Haddaan ogaan lahaa duca layga aqbalayo oo lay ballanqaado lo odhan maanta ducee waa laga aqbalayaaye, waxaan ku ducayn lahaa ninka madaxda ilaahay inuu hagaajiyo, waayo hagaagiisa waxaa ku jira hagaagii ummadda. Wax badan ayaa ummadda u hagaagaya. Waa in madaxda loo nasteexeeyo, waddo sax iyadoo loo mariyo. Asalna waxa waa la talinta iyo waaninta madaxda in si gaara loo waaniyo, iyaga la maqashiyo oo hortooda laga yidhaahdo dadka madaxda muslimiinta ah wixii wanaagsan waa in lagu adeeco, waa waajib sharciya. Yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu llaha wa atiicu rasuula wa uli lamri minkum. Maanta diidma qayaxan baa badan, weliba dadkeennu warbaahinta ay la soo istaagaan waxaan macsiyo ahayn, sharcigeela aan khilaafsanayn, ayaad arkaysaa oo dowladda ka soo fulay dad si cad u diidaaya oo uga hor imanaya. Wanaagga in laysu kaalmaysto weeye, madaxda lagu kaalmeeyo oo dowladdu keliya waxma qaban karto. Hadday nabadgelyo tahay, hadday horumar kala tahayba, maxaad u malaynaysaa haddii taagteedu marka horeba ay iska yar tahay, awooddeedu ay kooban tahay? Waa ka sii daran weeye. Wixii khalad ee ka soo fula ee dulmiga laga tirsado waa in looga nasteexeeyo, waddo sax iyadoo loo marayo, waana in la sabro, waanay tahay sabab u noqon dowladnimadii, kala dambayntii, nabadgelyadii in la baabiyo, iyadoo lagu sababaynayo inuu madaxweynuhu ama dowladdu dulmi ay samaynayso. Kadibna markay dowladdii meesha ka baxdo, dulmigii uu sii bato, intii laga cabanayay in badan oo ku soo biirtay ay noqoto mid dadka noloshooda maashaysa. Wuxuu yidhi Alxasan Albasri raximahullah, wallaahi maa yuslixu llaahu bihim akharu mima yufsiduun. Dadka madaxda ah intuu ilaahay sababtooda ku hagaajinayo ee diin iyo adduunyaba leh ayaa ka badan inta iyagu ay xumaynayaan, inta iyagu xumaynayaan ay kharibayaan. Intuu ilaahay sababtooda ku hagaajinaayo ayaa mar walba ka badan. Haulaai humul cuqaalaa, waa kuwa dadkii caqliga lahaa ilaahay sharcigiisa iyo diintiisana sidaa ay tahay u ilaalinaya. Wuxuu yidhi nabigeenna Maxamed calayhi salaatu wasalaam, man raa min amiirihi shay'an yakrahu falyasbir calayhim faina man faaraqa aljamaacata shibran famaat ilaa maata miitatan jaahiliya. Rawaahu Muslim wagayru. Qofka amiirkiisii ka arka, ninkii madaxda u ahaa muslimka ahaa, wuxuu saluugo u dhibsado, ha sabra buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam. Waa amarkii nabi Maxamed, waayo qofka jamaacada waa madaxweynaha muslimka ah iyo ummadda u talinayaa jamaacada isku yidhaahda. Qofka jamaacada gooni uga baxa waa kee kaas? Waa kii amar diidda ku sameeyey madaxda muslimiinta ah, waa kii hubu qaatay ee yidhi waan la dagaalamaya. Qofkaasi haddii uu dhinto, inta uu jamaacadii muslimiinta ka baxay in yar baa noqoto, taa kaba ha leekaatee, wuxuu dhintay dhimasho lamida tii ay dhiman jireen dadkii jaahiliyadda jooga, waa iyagoon madax lahayn oo fawdo ku jiray dhiman jireen. Xaaladda isaguna isagoo ku jira ayuu dhimanaya. Qofka xaaladda ku dhintaana xaalad xun buu ku dhintay. Waxaan kula talinayaa dadka muslimiinta guud ahaan, gaar ahaan dadka beledkan degan, in la iska daayo dhaqankaa wanaagsaneene ah warbaahintan hadee jiraan laga hadlayo. Weliba odayaashii, salaadiintii, xuqaashii, dad le siyaasiyiin baanu nahay oo ummaddaba indheergaradkoodii inay yihiin sheeganaya TV uu la taagan yahay, oo waxaasaanu diidannahay, waxaa ma ogolin, waxa waa in la sameeyo,
waxa weeyaan qof qof ka hadlaaya qof dawlad ka hadlaaya qof qof kale ka hadlaya ama mucaarid ha noqdo qofkaa kale ama muxaafid ha noqdo dhaqan bay noo noqotay ummaduhu xataa arrinka way nagula yaaban xataa soomaalida kale ee fawdadu ay nagaga badan tahay arrinka noocaasa ku arki maysa dad tiifiyada taagan oo laabta garaacayoo leh haddaan reer hebel nahayda haya hoosoos bay wuxooda isugu sheegaan waxaana waxba kuma xallismaan dadka waxaa samaynayaana inta badan dad maslaxaya dan guud doonaya maaha waxaa ku filayd qofkaa inay u tagaan gaaraan haduu yahay qof madax oo mas-uula odhaada waxaasa khaldan waxaa hagaaji waxay u badan tahay inuu taladooda qaato ugu yaraan wixii ay ka cabanayeen wax uu ka qabto ilaahayna waafajiyo cuduradaana ilaahay ay naga daweeyo allahuma rabbana atina fi dunya xasana fi laakhirati xasana waqina cadaaba annaar allahuma inaa nasaluka aljannata wanacuudu bika min annaar اللهم أصلحنا وأصلح بنا اللهم أصلح أمتنا وأصلح ولاة أمرنا اللهم أصلحنا أجمعين اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.